سوناتا الحنين، هذا هو العنوان اللي اختارته الكاتبة الشابة وديان الحسيني لإصدارها الأول الذي صافحت به عشاق الأدبيات والخواطر. اليوم في ساعة شباب بنحاول نعيش معاكم تفاصيل هذا الكتاب وهذا الإصدار مع الكاتبة اللي مشرفتنا اليوم في الاستديو وديان الحسيني. منورة وديان. أهلا حبيبي، منورك. عرفينا بالبداية عن وديان الموهوبة والتجارب اللي مريتي فيها وكيف اكتشفتي حس الكتابة. هو صراحة البداية كانت من وأنا طفلة صغيرة، كنت بشوف مثلا أفلام كرتون وأتابع وزي كده، فمثلا الكرتون اللي يعجبني أروح مؤلفة عليه أغنية، مؤلفة عليه حاجة، وما كنت ألاحظ نفسي. أختي الصغيرة اللي أصغر مني كانت بتلاحظ وتكرر الكلام اللي بقوله، عشان أنا عندي عيب إني ما بحفظ الكلام اللي بقوله، ساعتها وخلاص وأنساه على طول. بس بعدين صرت بكتب عن حاجات كثيرة، وفي المدرسة في حصة التعبير أحب أكتب وكذا. أتوقع كنت شاطرة في التعبير. مرة كان صحباتي يستغلوني. بس وبعدين لا، بابا لاحظ وصار بيجمع الأوراق اللي بكتبها عشان أنا ما أحفظ، مرة ما أحفظ. بس وبعدين شفت نفسي لا، صرت لما كان عندي اختبار أروح أكتب وماما تشوف أنا تسحب مني الدفاتر والأقلام عشان ما أكتب، بس أقعد أحفظ. وبس بعدين مرة بعد مرة لا، حسيت لا، أنا بعرف أكتب. فلازم تتفرغي لهذا المجال. طب تتوقعي الكتابة ممكن يكون شعور تفريغ طاقات داخلية أو مشاعر ممكن تكون داخل الشخص أو الكاتب اللي يتنفس الموضوع يكون إبداعي؟ لا، الكتابة عمرها ما تكون يعني إنه تفريغ طاقة ولا حاجة، ممكن هو تعبير. أقول لك الإنسان يبغى يعبر يروح يفرغ طاقة، لأنه أنا لما بتضايق ولا بزعل ما بروح أكتب. لا، أنا ممكن أكون مرة مبسوطة وأروح أكتب. لا، هو أحسه موهبة، تيجي موهبة. يعني الواحد يكون لازم يكون موهوب عشان يقدر يطلع الكلمة، سواء كانت بالفصحى أو بالعامية. لكن أحس التفريغ طاقة، أحس هذه محتاجة تعبير، مو إنسان موهوب. صح. أيوة. طيب أتفق معك أكيد بهذه النقطة. وديان تتأثر بمين من الكتاب؟ مين الكتاب أو المؤلفين اللي بتقري لهم؟ والله لمية، لو أقول لك حاجة، أنا ما قريت لي أحد من وأنا صغيرة، بس كنت بسمع كاظم الساهر، وبحب مره احب اشوف واحب اتابع. ايوه، بس في شيء نتفق فيه انا وانت. حلو. بس هو كاظم الساهر بعدين اشوف كلامه يعجبني، والاقي نفسي اكتب نفس النبض، فحبيت. بس في البدايه كنت خايفه من الكلام اللي عشان يقول لك في السعوديه الرجال اللي بيقول وما اعرف ايه. لا، الموضوع لا، الناس متقبلته وحبته. فحسيت انه لا، انا ما كنت اقرا لاحد ولا بعرف اي كاتب، وموضوع موهبه. يعني زي ما بقول لك، مو تفريغ طاقه، لا، موهبه. طب تكلمينا عن تجربتك الأولى وكتابك الجديد سوناتا الحنين اللي وصفتيه عبارة عن نوتة موسيقية. بالضبط. سوناتا بالإيطالي يعني نوتة موسيقية. بالضبط. أو مجموعة من الموسيقى. بالضبط. فكلمينا عن هذا الإصدار. هو الموضوع كيف حصل؟ أنا كنت بأكتب كثير في الجامعة، في المدرسة، وبأكتب على طول في البيت وزي كده. لكن حصلت صدفة أنه أنا قلت لا، أنا بنزل لي كتاب، خلاص أنا قررت بعمل لي كتاب. فكان في أول حاجة أحب أثني الشكر لمكتبة مبتدأ استاذ احمد، فرحت كلمته وقلت له استاذ احمد انا حابه اعمل كتاب وكذا. قال لي طيب خلاص، عندك خلال اسبوع. تخيل، الكتاب خلص خلال اسبوع، الكلام كله حصل خلال اسبوع. كم صفحه ما شاء الله تبارك الله؟ تقريبا 27 او 28 صفحه. لكن هي عباره عن معزوفات. انا الفكره مو عندي، انا الكلام وكان جاهز، انا مستعد اكتب الكلام، بس الفكره فين؟ راحت اختي قالت لي طب انا عندي فكره، ايش رايك انا اشغل لك ميوزك وتكتب على ميوزك؟ راحت شغلت لي بيانو، ساكسفون، فانا صرت العب في الميوزك ويعني اعيش الدور فيه واروح اكتب، اعيش الدور فيه واكتب. لقيت لا، الفكره حلوه وحبيت وطرحتها، ومره لقيت الناس استجوبت فيها. ويعني خلال كم عد يعني ممكن اسبوعين ثلاثه، نسخ كثيره انباعت، حبوا الناس الفكره. كيف كذا معزوفات؟ الواحد يقعد في كافيه يسمع ميوزك معين ويروح يقرا الكتاب، الكلمات، فاهمه، يعيش الاحساس. الله، حبيت. أيوه. الفكره مره حلوه، ما شاء الله عليك يا كاتبه جديده، وكمان عندك سرعه في التأليف. أيوه. بسرعة. هذه يعني الميزة متى بدت معاكي؟ يعني قالوا لي انك في 3 دقائق اذا اعطيناك الموضوع ممكن تكتبي على طول. ما شاء الله تبارك الله، هذه موهبة جميلة جدا. ولكن كيف اكتشفتيها؟ اختي اكثر حاجة. كنا نلعب في الجامعة مثلا، تقول جيبوا وديان، تعالوا، مو في الجامعة، في المدرسة كمان، جيبوا وديان، خلينا نقول لها حاجة نتحداها بين صحابي، بين بالبيت، بين اخواتي، ماما، اخواتي كلهم يروحوا يتحدوني. في البداية كنت بكتب كلام عادي زي كذا، بعدين دخلت لا، انا اعرف اكتب كلمات اغاني، رحت دخلت في كلمات الاغاني.
وبس بعدين اكثر من احد طلبني طب اكتبي لي زفه اكتبي لي ما اعرف ايش، صرت باهدي، كانت اذا اني بهدي لصاحبتي بهدي ما اعرف مين، فلقيت لا انا بعرف. كانت اختي تجلس في الجامعه كذا وتقول للبنات تتحدوني خلي الولاد تكتب لنا مثلا حاجه عن مثلا زعل خيانه اي حاجه في الحياه اروح اكتب لهم بسرعه. هل ممكن يعني نقدر نقول خواطر بتكتبي خواطر ولا ابيات شعريه؟ لا خواطر مو ابيات خواطر. أيوة. ما بمشي على القافيه وكذا مجرد احساس يعني. اه الله ايوه احتاجك انا في كابشن انستغرام مره اتوه يعني احس بمشاعر. لا انا بس خلاص بس كذي لازم ابختار كذا مقولات احب احط مقولات انا احب مثلا اختي تجيب لي صوره تقول لي اكتب لي على الصوره دي نروح بحر اختي تصور صوره مثلا بحر قال مدينه الله خذ اكتب لي في الطياره خذ اكتب لي على طول بكتب يعني. حلو والله شيء جميل تصير صاحبتي وديان. اوكي اتفقنا. طب من هذه التجربه اللي قدمتي فيها بعض ابداعاتك ايش على الصعيد الشخصي ايش حابه تتعلمي؟ والله انا في البدايه كان الموضوع مخوفني انه خايفه انه فاهمه في السعوديه كذا ما يحبوا الفكره وكذا انه بنت تكتب نفس نمط نزار قباني وزي كذا. اوكي بس بعدين يعني قصدك الشعر الغزلي؟ ايوه بالضبط لانه في كثير يكتبوا عن الشعر الغزلي بس انا الفصحى اللي بكتب فيها عميقه فهمتني؟ فما تحسي انه في انه واحد حيتقبل فخفت في البدايه. بعدين قلت لا ليش انا اخاف لازم اتحدى نفسي واجرب. لما لقيت في الجامعه الناس لا البنات يجيبوا لي جوالاتهم وديان خذي مثلا ارسلي لي متخاصمه مع صاحبتي انا متخاصمه مع زوجي انا ما اعرف اخطيب فلقيت لا الفكره موجوده البنات حابين الفكره صح فلا انا لازم ابدا الخطوه دي واشوف. فبديت الخطوه لا الحمد لله قلت لا انا ما حوقف هنا لا حكمل صح انا بديت فيها متاخر شويه بس لا قلت حاكم. الله يعني فكرت في اسم كتاب جديد اوريدي بعد سونات الحنين. فكرت في روايه 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 كثير طلبوني روايه غزليه هو فكره مفاجاه خليها لا لازم تعطينا اشياء حصريه انا تحديدا اعشق الروايات خلاص لك نسخه هديه حقيقي لا حقيقي وديان اعشق الروايات فبعرف يعني الروايه اللي حتسويها حتتكلم عن ايش هي روايه بس قصه حقيقيه حصلت يعني يعني مو حاجة قصة حقيقية بس أنا فيها كمان بتشوقيني أكثر شايفة كيف يعني أحب الروايات وأحب الروايات اللي من واقع حقيقي لا هي قصة واقعية حصلت فأنا حبيتها يعني أعملها في رواية وأتحدى نفسي في الموضوع ده كمان ما حقول لك مفاجأة لا لازم تحبيني طب بعد الهواء خلاص بيني وبينك بعدها بس صوريني سناب بيني وبينك أيوة بيني وبينك أكيد تحضيراتك لمعرض الكتاب اللي ان شاء الله راح يبدا يوم الاربعاء القادم حضره شيء راح يكون سونات الحنين متواجد في المعرض طبعا ان شاء الله حيكون متواجد وان شاء انا افكر كمان اكون موجوده و ونوقع نسخه في الكتاب اذا الناس حابين وكذا يعني جميل جدا نورتينا وشرفتينا وديانة اتمنى لك كل التوفيق بس حابه اقول حاجه بسيطه اكيد تفضلي انا حابه اشكر اخواتي اللي تعبوا معايا مره كنا احنا نوجه لهم تحيه ومحمد كمان ساعدني في الكتاب و واشكر بابا كمان بابا بيكتب بس بنمط مختلف ثاني مو نفس كتابتي يعني عن الكوره ما الكوره وكذا عرفنا دحين الموهبه من وين ما شاء الله شكرا لك وديان نتمنى لك كل التوفيق في هذا شكرا المجال حبيبتي. شكرا لك مشاهدينا طبعا وصلنا لختام حلقتنا اليوم نتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معنا واكيد راح نختم بصوت الفنانه الموهوبه ريفال قاسم ايش راح تسمعينا يا ريفال Don't worry be happy يلا نسمع song I wrote you might want to sing it note for note but don't worry be happy in every life we got some trouble but when you worry you make it dull don't worry But don't worry.
she ain't got no style. You need a friend to make you smile, but don't worry, be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that'll bring everybody down.